التكاثر ملائكه الرحمه هذه يعني قديسه ما نقول في العالم بكله الا عندنا احنا ما نقولش ملائكه الرحمه التكاثره نقول الله اللهم لكم عافيه طبعا مع احترامي مجال الكل يعني التكاثره هنا يحسك انك زرت عند قاعد عصابه مش عند دكتور كيف لما يدخل واحد عند دكتور ايش الوسامه هذه ايش المشاعر الحساسه ايش ها يعني زي ما نقول يخفف من الم المريض يخفف من الم المريض هذا تدخل عند دكتور ولا ما فيك والله لو فحصت كل للمفعل الفحص يعني يرص لك 88 فحص ما بيش في العالم 88 فحص ابدا ابدا ما بلقاش وهذا يرص لك فحصات مين هذا ركب يعني قتلوا ظروف الناس ما بيش معاهم زلط لا في ازمه ويرص لك فحصات من هنا وما يشيلها في المختبر المعين المختبر المعين الذي بيشتغل ابن خالة تبتي صلى الله هنا ابو صلى الله هنا وقد قام اخذ يشبهني طحل من عندك عيب عيب انت طبيب انت دكتور اين الرحمه اين اقسم بالله العظيم ان انتم يعني مع احترامي لبعض الدكاتره المحترمين والباقين للامانه ما فيش عندهم ذره احترام في دكاتره ودكتورات يوصل المريض خاصه في المستشفيات هذا الحكوميه ما عند حاجه من الخاصه ما الخاصه هذا عادم جزارين كباك الخاصه عليك تدخل عند الدكتور يا دم لندم خليك العدو كمال يذبح ورهان البصيره اي ورهان البصيره كم يا ناس قد رهانوا بصير قد رهانوا اعرف واحد سريع عالي صار في المستشفى دراهن ابنه طرح ابنه عند الدكتور يعني في المستشفيات الحكوميه دحين بالدكتورات دكاتره اعتقد ان الدكتوره هذه التاري من هي لان انا ناسيت لا عندها تمام تفعل لك علاج تكتب لك علاج ولا ما في شيء تندع لك علاج من هنا الله هناك وتقول لك سير اشتري ذا العلاج ورجع عندي على مد اشر عليه تمام ومن الصيدليه المعينه انا قلت في نفسي كيف ما اسيرش الصيدليه المعينه هذه قالت لي هذا الدكتور صرت ادور صيدليه ثانيه قالوا ما هذا الرموس هذا ما افتمناش احنا خريجين صيدلي وخريجين كذا وضحاطيح ما افتمناش ما قصدها الدكتور هذا حتى رموس عصابه عصابي يعني وصل عند الصيدليه حكاها بدات قلت لك الشنطه الذي فيها المخدرات اماني كاني قاعد عصابه عاد اتقى الله والدكاتره عاد اتقى والله كيف بتتعاملوا برموز مع اصحاب الصيدليات حرم حرم يعني اتقى والله في يعني بتهاجروا بارواح الناس الناس يعني ايجي يوم من الايام يعني الدمرض ينتهي ولا دمرض بنتش ولا دمرض خالتك ينتهي انت بصير لعند خالتك يا عبد الرجال عند خالتك ولا شيء لان قد خالتك قد ركب فيها مطره يعني تقوى الله الاطباء ولا الدكتورات والدكاتره تقوى الله يخاف الله يعني تعاملوا مع المشي هذه المهنه هذا السرق هذا السرق يعني فعلا سرق تدخلي لي العياده حق السلاق وان انت ساعه سارق وجو انت تبعدي البصمات من المريض فعلا هذا قد سرق يعني يعني غير يعني غير بلطو ابيض سارق يلبس هذاك البدله هذيك الخضراء ولا يلبس هذيك البدله المخططه وانت تلبسي بلطو ابيض على اساس ان انت بنت ناس انت والعيب مع احترامي لبعض الدكاتره وبعض الدكتورات اما الباقيين للامانه للامانه الذي شاهدته اليوم والله يفتجع رموز تفعلي لي رموز فعلي لي شبس فعلي لي سلطه انا مريض فعلي لي رموز عيب عيب اقسم بالله عيب عيب تقى الله وقال لك ليش بيقعنا الامراض وليش بيقعنا السرطانات وليش بيقعنا هذا الا من الـ من الـ من الكلام الفاضي هذا الناس في ازمه الناس حاله ثم يتام حاله وترص علاج من هنا لهنا طيب انا صرت اليوم مريض صدري بيوجعني تتلقي علاج من حق القشره ما علم مي يعني صرت لعند صيدليه ثانيه فهم علاج من العلاجات قال هذا من حق القشره قلت ايوه انا ابي اسال ما يطيرين القمب استغرب استغرب يعني معها علاج شيء تنفقه يعني وكيل اللي شركه شيء تنفقه العلاج حق القشره يعني ما دخل القشره انا استغربت انا فيني ساعد انا ما اعرف شو انت جدا قد انا بخير قد انا بخير قد انا بخير شطيت الورقه حكش يعني علاج ب 26000 قسما بالله لو انا من بيت الزغبي انت عرفتيني ولد زغبي الله ينتقمكم بس